اهلا وسهلا بكم في قناة تعلم مع آدم وإياد. نتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة. في إطار الاستعداد لفروض المرحلة الثانية او الفرض الثاني للدورة الاولى بالنسبة للمستوى الخامس، نشوفوا نموذج فرض رقم 2 الدورة الاولى مادة النشاط العلمي للمستوى الخامس. النموذج على شكل PDF اعتقاه في الوصف. اذا نبدأ التمرين الاول. اكتب تعريفا للتربة. إذا شفتوا تعريف التربة، تعتبر التربة هي الطبقة السطحية من القشرة الأرضية، وهي مزيج من مواد معدنية كالحصى والرمل الدقيق ومواد عضوية كالأوراق وبقايا النباتات والحيوانات. إذا نكتبوا هنايا هي طبقة مادة الطبقة السطحية، هي الطبقة السطحية إذا من القشرة الأرضية، وهي مزيج من مواد معدنية ومواد عضوية. إذا مواد معدنية كالحصى والرمل، ومواد عضوية كالأوراق إذا تعتبر التربة الطبقة السطحية من القشرة الأرضية، وهي مزيج من مواد معدنية كالحصى والرمل والدقيق ومواد عضوية كالأوراق. سؤال ثاني، أضع علامة أمام الجواب الصحيح. إذا جواب صحيح أو خطأ. Le sol contient seulement du sable et de l'argile. L'humus est le résultat de la décomposition de la litière. تتعرض التربة لتدهور نتيجة عوامل طبيعية فقط. تختلف نفاذية الماء من تربة إلى أخرى حسب نوع التربة. التربة الرملية هي التربة الصالحة للزراعة. التربة الرملية الطينية هي التربة الصالحة للزراعة. إذا le sol contient seulement du sable et de l'argile. يعني التربة تحتوي فقط على ماذا؟ على الرمل والطين. إذا هنايا خطأ، لأن كما شفنا التعريف أنها فيها مواد معدنية وكذلك دي ماتيغ أورغانيك مواد عضوية. إذا هنا خطأ، قالك فقط. نمشيو الجملة الثانية، لامي سو لو ريزولتا دو لا ديكومبوزيسيون دو لا ليتيغ، صحيح. إذا الدبال هو ناتج عن تحلل الفرش الحرجي، إذا صحيح. تتعرض التربة لتدهور نتيجة عوامل طبيعية فقط، خطأ. عوامل كاين عوامل طبيعية كاين عوامل طبيعية وكاين عوامل بشرية. إذا قالك فقط، إذا خطأ. إذا هنا خطأ. تختلف النفاذية للماء من تربة إلى أخرى حسب نوع التربة، صحيح. شفتوا الفرق وشفتوا في التجربة التربة الرملية التربة الطينية والتربة الرملية الطينية، وأن تختلف النفاذية ديالهم من تربة إلى أخرى. التربة الرملية هي التربة الصالحة للزراعة، خطأ. إذا التربة الصالحة للزراعة هي التربة الرملية الطينية. التربة الرملية الطينية هي التربة الصالحة للزراعة لأنها نافوذة ونافوذة للماء، يعني متوسطة النفاذية، تحتفظ بكمية من الماء وينفذ عبرها كمية أخرى من الماء، هي نفاذية ديالها متوسطة. إذا شنو كنقصد بالنفاذية؟ أن التربة خاصة الماء، خاصة يعني بحال الرملية، يعني الرملية كدوز بزاف الماء، متحتفظش يعني بالنسبة للتربة الطينية العكس، يعني ملي كدوز الماء قليل. اما التربه الرمليه الطينيه جات متوسطه بيناتهم، يعني كتحتفظ بالماء وكدوز الماء، يعني النفاذيه ديالها متوسطه. ننتقلوا للسؤال الثالث، اسمي ما يلي. الصخره الام فرش حرجي مستوى الذبال. اذا الفوق شنو كيكون عندنا؟ عندنا فرش حرجي. اذا نكتب هنا فرش حرجي، اذا عندنا فرش حرجي. بالنسبه المستوى الثاني الباء، كاين مستوى الذبال. مستوى الذبال اللي كيتحول فرش حرجي، اذا الذبال ناتج عن تحلل الفرش الحرجي كيتحول الى ذبال. اذا من بعد الذبال كتستافد منه التربه، لان هنا كاين الصخره الام، نعم. اذا عندنا فرش حرجي، مستوى الذبال، الصخره الام. ننتقل للسؤال الرابع، اضع علامه اكس في الاجابه الصحيحه. إذا تتحول ماذا؟ الأوراق أشجار، أوراق الأشجار والنباتات المتساقطة على التربة إلى ذبال رماد فرش حرجي. إذا بالنسبة للفرش الحرجي هو ماذا؟ هو عبارة فقط عن أشجار أو بقايا الأشجار وبقايا النباتات إلى آخره. إذا بالنسبة للأوراق الأشجار والنباتات تتحول إلى ذبال. إذا نمشي السؤال الموالي، إذا تساهم ديدان الأرض في تهوية وماذا؟ وقلب التربة، تمدها بالمواد المعدنية، تمدها بالمواد العضوية. إذا تساهم ديدان الأرض في تهوية وقلب التربة، وكذلك تمدها بالمواد المعدنية. وبالنسبة للذبال فهو عبارة عن الأسمدة، إذا هي مواد
معدنية هي تزود التربة بمواد معدنية. بهذا نكون سالينا تصحيح ديال هذا النموذج، نتمنى لكم تكون شكرا وإلى اللقاء.